انا بكم فيديو جديد. انا احمد عمرو النهارده يا جماعه هنلعب ديف مي كراي 5. لو فاكرين ديف مي كراي 5 المراجعه، لو ما شفتهاش روح شوف المراجعه، روح شوف المراجعه دلوقتي قبل ما نكمل الفيديو، بعد كده ارجع تاني عشان اتكلم عن حاجات في المراجعه. قلنا ايه يا معلم؟ قلنا ان اللعبه سهله للجداد في اللعبه، او يعني معموله للجداد في اللعبه وسهله بالنسبه للقدام. انا قديم جدا في ديف مي كراي عموما، بس عايز اوريكم بس قبل ما اخش جيم حاجه في الاوبشنز. هنا بقى ده الجزء اللي انا عايزه. اتنشن كاميرا دي بتجهلك الكاميرا اتجاه ما اللعبه عايزه، دي حاجه وحشه جدا الصراحه، وخليك شايف تلعب خالص. اوتو اسيست دي بقى بتعملك كومبات معانا لوحدها، انت بتقعد تدوس وخلاص زي لها بالعزراير تقعد تعمل كومبات. عشان تلعب اللعبه صح لازم تقفلها. لو انت جديد في اللعبه خليها شغاله، ابدا اللعبه هتلاقي اللعبه سهله جدا معاك الكلام ده كله. لكن دلوقتي الناس القديمه في اللعبه كان عندها مشكله ان اللعبه سهله بزياده، فاللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هنخش نجرب مستويات الصعوبه الجديده. لو دخلنا في ميشن سيلكت هنلاقي هيومن، طبعا هيومن ده ما لمستوش خالص ولا لعبت فيه ولا ثانيه واحده. ديفل هانتر ده انا خلصت اللعبه عليه اهو، حلو. بيبدا من اول ميشن 8 حلو، وما فوق تبقى لعبه الصراحه صعبه شويه. لعبه بتبدا بكاتسين في المدينه، المدنيين بيبصوا على حاجه كبيره جدا جت من الجحيم، وبروكر اهو، بروكر ده اللي بيجيب ديلز لدانتي ونيرو في المكتب بتاعهم. مش نكستمايز كده شويه، نلعب اول طبعا ميشن دي تلعب بنيرو، مفيش اي شخصيات مفتوحه غير نيرو في الاول. نيرو احنا عندنا ممكن نعمل له ايه؟ ممكن نعلي التشارج شوت طبعا، مهمه جدا 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 عشان تخلي المسدس اقوى. عليها ماكسيمم 4 جامد جدا، مش عارف اعملها. ريد كوين السيف، تعالى بقى يا معلم كده نشوف السيف ممكن نجيب بيها. هو مفيش غير دي، يلا بينا هاتها. وات ايفر بتعمل ايه؟ وايلن جاردن هولد ريليس، اوه جامد جدا، يلا بينا خش بقى بدايه المشن ونشوف مستوى الصعوبه. سان اوف سبارتا، سبارتا يا جماعه ابو دانتي اللي هو الشيطان ده اللي واخد ده مصدر القوه اللي عند دانتي، وهو كان شيطان طيب الصراحه، بيدافع عن البشر يعني في نقطه ما في حياته. في عامل ايه يا اسطى؟ ايه الاخبار؟ يلا بينا ولا ايه؟ يلا بينا. بيعرض لك بقى كل وحش بطريقه كده، الستايل بتاع ديف ميك راي المعروف. كل وحش اول مره تشوفه حسك انها بوس فايت مثلا، فاخر يطلع وحش تافه. ده اتسوى وحش في اللعبه عموما. نخش نتعاسه دلوقتي على طول من غير اي مشاكل. شوف بقى مستوى الصعوبه الجديد ده عامل ازاي. هنشوف بس حركه الوحش لسه زي ما هو هبل بالظبط، مفيش اي فرق. لا بيتدرب حوالي ضربتين زياده، بياخد حوالي ضربتين زياده. نورمال فوتو، خدنا صوره يا جماعه. بيكشر تيكن وين ديفيدنج انيميز ابير، جامده الصوره دي. يجي لنا بقى شويه من زمايله، ايزي كيلز كلها. الله، كلها كومبو كله في الهواء. دم الدعس، تعالى انت اللي واقف فوق ده نيتور ازاي. اوه وان هيت، نتشارج بس السلاح الاخر كده كمان مرة. بوم، دي مش طلقة، صاروخ. الحاجات دي على فكرة في مستوى الصعوبة الجديد، كانتش موجودة قبل كده في مستوى الصعوبة اللي فات اللي هو ديفل هانتر. لحد دلوقتي الموضوع سهل، مفيش حاجة صعبة جدا. اللعبة على ديفل هانتر في الآخر كانت صعبة الصراحة، فلو أصعب من كده في الآخر هتبقى صعبة جدا برضه. شوية وحوش هبلة بيهيلوا، هو طبعا مستوى الصعوبة ده بيخلي الوحوش أكتر. نجمع الطلق كده، نشحن السلاح، نشحن السلاح، نخلص على واحد دلوقتي حالا بالسلامة. ايوه مستوى الصعوبه بيجي لك وحوش اكتر، وحوش دي ما كانتش تيجي هنا خالص. اي نايس مس، يا نهار اسود موت يا بس موتنا السبورت بتاعهم. فالصعوبه في الوحوش اللي بتيجي، الوحوش دي اصلا ظهرت في اخر الجيم. انا عملت دوج على فكره بس ماشي. الدراع اتكسر. اي ايه ده يا عم؟ يا دي النيله السوداء. لا هي لو اللعبه بتبدا كده فقدام هيبقى موضوع مش عايز تخيله الصراحه. شويه الشحن السلاح كده استخدم، هو بيشد بودره. جي جي، حلو حوار الصور ده، حلو جدا على فكره. ده الصعوبه مش كده في نفس الليفل. طب احنا نجمع المسدس بتاعنا نشحنه كده. ولا ده مات بثلاث طلقات. متصم، غير ما نقف غير ما نقف. يلا هنجيب اس، هنجيب اس، هنجيب اس. ما جبناش اس، ماتوا. ماشي، قربنا نجيب اس. اس دي الاعلى من الايه،
دي بتيجي حاجه اسمها ستايل بوينتس، لما تعمل ضربات منوعه اكتر كومبوز اكتر بتقعد تخش في ستايل بوينتس. في جوه فايت دلوقتي مع ابو الكباتن، ابو الكباتن ده هنلعبه كذا مره، بس هو نفس المره يعني هي قصه بتلف حوالين الفايت دي من كذا حد بقى، مره من ناحيه نيرو، مره من ناحيه دانتي، هو مره من ناحيه في اونكل نيرو جاي ينقذ الشباب على اخر زمن، نيرو هو اللي ينقذ دانتي. وبتبدا اللعبه ببوس فايت ريف يا نيرو. يلا بينا. انا هعمل ايه؟ مش هروح من قدام، انا هفضل اعمل كده، اجمع مسدس بتاعي. حلو، جمع مسدس، جمع مسدس، ايه مدي واحده هبده حلوه محترمه كده، مدوج الكلام ده، مدي كمان واحده هبده محترمه، كمان واحده هبده محترمه، واروح اضربه. طبعا مفيش اي دمش بيحصل وبطال الزمن. لا 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 لا، ما كانش بيعمل كده زمان، ده الكلام ده جديد، ضربات دي جديده، ما كانش بيعمل ضربات دي قبل كده. الله، اطلع بره يا نهار اسود. على فكره الكومبوهات دي جديده، يعني مستوى الصعوبه مش في عدد الاعداء بس، ولا في انهم يموتوا حوالي ضربه زياده تقريبا او ضربتين زياده اللي هم صغيرين، فمعنى كده ان كل التانيين بيموتوا ضربات اكتر. الفايتس كمان بتاعت الوحوش ده ما كانش بيعمل ضربات دي كلها. واحنا لو فضلنا كتير ممكن نكسر الشيلد مره. يا نهار اسود، يا نهار اسود، انا عايش. انا اموت خلاص، باي باي. انا عايش، انا عايش، انا عايش. يلا بينا. فضل قد ايه؟ نص لسه. اذا انا عايش سام هاو، انا عايش. موت خلاص. فكره ده المفروض يحصل على فكره، لازم تموت في اول فايت دي. نيرو عيني اخد علقه محترمه. فلنذهب الان الى نهايه المرحله. طبعا مرحله واحده مش كفايه ان احنا نشوف الصعوبه، لكن الصعوبه دي يعني وحوش زياده، الوحوش عاديه اصعب، البوس فايتس مختلفه، ده اللي مخوفني. ان في بوس فايتس عملتها على ديفل هانتر بصعوبه، لو البوس فايتس مختلفه فلازم ده معناه ان انت هتتعود على بوس فايتس تاني، تعرف الباترنز الجديده، تعرف الضربات الجديده بتاع كل بوس فايت، يعني هتلعب يعتبر لعبه جديده خالص، مش مجرد نفس اللعبه بصعوبه اعلى. مش هنخش كاستمايزيشن، نبدا على طول. بمناسبه يا جماعه، موضوع الكاستمايزيشن ده كان زمان في ديف مي كراي 3 او 4 او غيرهم، ريد اوربز تشتري بيهم ضربات جديده وكده، كنت لسه بتقعد بقى تفكر اجيب انا ضربه وبتاع والكلام ده، انما دلوقتي فاهم كده كده الموضوع سهل اجيب كله فقشطه يعني. ولا ضربنيش يلا. تعالى خد انت واحد كنافه بقى كده. محشور في عربيه ولا ايه؟ اطلع اضربه جامد. يلا بينا، ما تلمسناش حتى. هنا بقى المشهد بتاع الكنافه، المشهد ده بحبه جدا، هياخد وحش يعمل بيه كنافه جامد. ارزع يا نيرو. طبعا العسكري مش مصدق اللي بيحصل لحد دلوقتي، شكلها نص فايت بالظبط. لا الكلام ده جديد، فيها وحوش مختلفة. وحوش مختلفة ومبتموتش بسهولة زي قبل كده. حبوا الكنافة كده، ارزع. بيموتش يا حبيبي، موت. ايه ده عامل فيه كومبو لا منتهي وما بيموتش، جامد يا قديم. لا مستوى الصعوبة ده لو بداية اللعبة كده فانا خايف من اللي جاي صراحة. الهيومن ما مجربتوش خلاص صراحة خالص، ما عارفش اي فكرة عن الهيومن، بس اعتقد ده ايزي وينز. ديفل هانتر سهل جدا في الاول، فضل سهل في المتوسط برضو، في الاخر البوس فايت صعبة وباقي اللعبة سهلة. هنا الفايت في اول صعبه، شوف انا قعدت قد ايه في فايت، في اول فايت في الجيم اصلا يعني. ده مجرد بتاع مليان ريد اوربس بالهبل، تقعد تقتله يديك ريد اوربس، بس لو سبته فتره بيهرب. ده بيضرب. وات، ما كانش بيضرب، ده عمره ما كان بيضرب، ده مجرد بس تقعد تجمع منه الحاجات دي. ولا ما تهيلوش يلا، وانت ما تهربش. فلوس، هات فلوس، فلوس.
خد بقى الاورب بلو اورب. اوه لما بتجمع ثلاثة بلو اورب من دي بيجي لك هيلث بار زياده حته زياده كده. هنا فايت دي بوس فايت. بوس فايت انا فاكرها هشوفها مختلفه ولا لا. جامد يا نيرو. شويه ريفن كده. انا ريف السيف ومسدس مع بعض. ضيعت الريف بتاع السلاح في ضربه واحده. اه ايه ده؟ دي ايد بتخلي السلاح بتاعي قوي كده. اه لا على فكره انا مش فاكر دي ضربات جديده ولا لا، بس هو بيضرب اكتر بكتير من الاول وبيضرب اكتر بكتير جدا. انا الفايت دي ما اتضربتش فيها خالص. ايه ده مسدس قوي جدا، ممكن اتعدى على مسدس والله. اه ايه ده ايه ده الكلام ده؟ اللي بيحصل ده هو في ايه؟ انا مش فاهم اللي بيحصل، بس انا استغل الفرصه دي واروح اضرب القلب بتاعه. اه ده بيطلع وحوش، ده الجديد ده جديد. ولا 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 يلا بينا. انا كل ما الزنق اجيب الديمن. لا ما انا هكمل ضرب، انا استخدم اني بعمل دمج عالي واضرب على قد ما اقدر هنا. يا نهار اسود يا نهار اسود على التلويش الكنافه اللي حصلت دي. مش عايز اموت في اول فايت لو سمحتوا. جمع جمع السيف والسلاح قصدي والسيف والله الاثنين. لا 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 مسدس بيعمل دمج حلو جدا، هعتمد على المسدس صراحة. اه الحمد لله جي جي. الفايت خلصت من غير ما اموت، بس على فكرة الفايت دي كانت سهلة جدا جدا في مستوى الصعوبة اللي فات. المرة دي هي أصعب، هي لازالت مش صعبة قوي يعني، لكن هي أصعب بكتير من مستوى الصعوبة اللي فات. فالواضح إن مستوى الصعوبة ده البوس فايتس بتعمل ضربات زيادة، البوس فايتس هتبقى أصعب كتير جدا، والوحوش أكتر. الوحوش مش اصعب لكن الوحوش اكتر بتموت ابطا، فالفايتس اطول شويه واصعب شويه. جي جي. انا مش فاكر ان الكاتسين بيخلص. اه لا ده مشهد حرق. ايه في مشهد الحرق عشان ما احرقش لحد اي حاجه، بس عشان ما يحرقش اكتر من كده كفايه ان انا حرقت لكم ان دانتي نيرو قصدي فكفايه حرق كده، كفايه بلاش نحرق لكم اكتر من كده. نيرو يا جماعه بتحاول ديمن اكتر من كده، مش هنحرق لكم حاجه، مش هنتكلم عن المشهد ده خالص. بس وكده خلصنا الفيديو بتاعنا، شفنا مستوى الصعوبة الجديد سان اوف سبارتا، واللي عنده حاجه عايز يقولها لنا يسالنا سؤال روح شوف مراجعه قبل ما تسالنا السؤال، بعد كده ارجع هنا تكلمنا نتناقش كده في الكومنتات عن مستوى الصعوبه بتاعت اللعبه، وهل اللعبه كانت سهله قوي بزياده، هل ده مناسب لجودات في اللعبه، هل الناس القديمه في اللعبه عجبهم الكلام ده. انا الصراحه كواحد قديم في اللعبه انا مرضي يعني، انا كنت متضايق ان اللعبه سهله في الاول، لكن انا بعدين بقيت مرضي باللعبه، مستوى الصعوبه ده مرضي جدا. فبس كده قول لنا في الكومنتات رايكم ايه؟ لايك الفيديو لو عجبك، سبسكرايب عشان تتابعنا، واشوفكم في الفيديو الجاي. وي سلام.